الدالة دي أحد أنواع العلاقات وهنبدأ في دراستها النهارده إن شاء الله. الدالة هي علاقة بتربط مجموعتين ببعض، بتربط مجموعتين بإيه؟ ببعض، بس فيها ميزة مميزة إن المجموعة الأولى كل عنصر من عناصرها بيخرج منه سهم واحد فقط، بيظهر كمسقط أول مرة واحدة إيه؟ فقط. يبقى الدالة هي إيه؟ مين هيقول معايا؟ الدالة هي علاقة بتربط كم مجموعة؟ بتربط بين مجموعتين حيث يظهر كل عنصر من عناصر مين؟ من عناصر المجموعة الأولى كمسقط أول مرة واحدة إيه؟ كمسقط أول مرة واحدة فقط، مرة واحدة إيه؟ طيب يبقى أنا عندي الدالة رابط مجموعتين، مجموعة أولى ومجموعة تانية، المجموعة الأولى بياخد من كل عنصر سهم واحد فقط، وتسمى المجال، تسمى إيه؟ المجال. يبقى أنا عندي الدالة فيها مجموعتين، مجموعة أولى س ومجموعة تانية إيه؟ ص. السين دي اسمها مجال، الصاد اسمها مجال إيه؟ مجال ق. جميل. يعني أنا لو عندي ألف وباء في المجموعة الأولى، وعندي في المجموعة الثانية س وصاد وعين، الألف والباء دول اسمهم إيه؟ المجال، وعندي السين والصاد والعين دول المجال الإيه؟ المقام. عندي الألف هياخد منها كام سهم؟ سهم واحد. والباء هياخد منها كام سهم؟ سهم واحد. يبقى دي اسمها إيه؟ دالة. اسمها إيه؟ دالة. يبقى أنا عندي الصاد والعين اسمهم إيه؟ مدد. جميل. الصاد والعين دول اسمهم مدد. يبقى المدد هي العناصر التي خرج لها سهم. يبقى إحنا عندنا المجال جميل. يبقى انا عندي المدى مجموعه جزئيه من المجال المقابل. يبقى انا عندي المجال هو ايه المجال؟ مين هيقول؟ المجموعه مين؟ المجموعه الاولى التي تظهر عناصرها كمسقط اول. تظهر عناصرها كمسقط ايه؟ طيب عندنا المجال المقابل. المجموعة التي تظهر عناصرها وعندنا المدى. يعني ايه المدى؟ العناصر مجموعة العناصر التي خرج لها ايه؟ خرج لها سهم واحد. التي خرج لها سهم ايه؟ واحد. وعندنا المدى مجموعة جزئية من المجال الايه؟ من المجال المقابل. الكلام ده صح؟ في مشكلة؟ سهم؟ تمام. ناخد مثال. عندنا مثال إذا كان س بتساوي صفر واحد اثنين ثلاثة، والصاد بتساوي صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وكانت س كانت عين علاقة من س إلى ص. وكان بحيث إن الألف بيساوي نص الباء، لكل ألف ينتمي س
هنعملها ازاي؟ هنعمل بيان عيني الاول، ادور على شرط العلاقه. شرط العلاقه هو ايه اللي عندي؟ شرط العلاقه اتفقنا ان احنا لسه بنجيبه الاول. احنا عندنا شرط العلاقه اهو، ان الالف نص الباء. الف يساوي نص باء، تمام؟ نكتب بيان عيني. بيساوي ها كم كم؟ صفر وصفر. واحد واثنين. جميل. اثنين واربعة. ثلاثة وستة. في حاجة تانية ولا ده كده؟ لا بس كده بس. تمام. مين هيجيب المدى؟ إذا كانت س بتساوي عناصر يا رحمة بتاعتها، العناصر كانت دي 2 5 8 وصلت عناصرها 10 16 24 30. عين علاقة من س إلى ص. بس ليها بنخطط بيانه واخر سنه. ماشي، طلعنا ده. هي دي الأول يا رب.
ليس الدالة. طيب ليه ليس الدالة؟ جميل. يبقى ما دام ليس الدالة يبقى ده ملهاش ايه؟ ملهاش دالة. اعمل المفضل الثاني كده. جميل يا رب احسن برافو عليك. ناخد مثال كمان مسار رقم 4. عندنا مجموعتين س و ص. المجموعه س على مصادر واحد ثلاثة في أرقام ثلاثة